اهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. معكم ربيع شنطه في نص السراي الحكومي، ومعنا وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب للحديث عن الورقه الكويتيه. في كثير اقاويل بالصحافه، خلينا نسمع من معالي الوزير يعطيك العافيه. اول شيء شو الجواب اللي اجى من دول الخليج؟ هل الموضوع ايجابي ولا سلبي بالنسبه لهم؟ هذه المبادره كانت مع دوله الكويت، وزير خارجيه الكويت هو اللي قام فيها. ردينا له الجواب لوزير خارجيه الكويت مش لكل دول الخليج، وهو بده يبحثها مع دول الخليج. هو كان مرتاح كثير للرد وتفائل خيرا يعني، لكن بدك تعطيه وقت شوي حتى يبحثها مع بقيه الزملاء بدول الخليج ويخرج جواب. بس في اصداء مثلا من بعض الدول مثل السعوديه او الامارات، ربما في ملاحظات معينه حول الرد اللبناني، اجاكم شيء اصداء مباشره؟ انا ما سمعت ولا اصداء من اي بلد عربي او خليجي عن هذه المبادره. باجتماع مجلس الوزراء العرب كان بعض الوزراء ايدوا هذه المبادره وباركوها، لكن ما سمعنا. هذه اخبار لبنانيه بنطلعها وبنقول في اصداء، لكن ما حدا حكي ابدا. شو الخلاف على 1559 وحسوا انه لبنان عم بيوارب؟ اذا فينا نقول ما في خلاف ابدا على شيء، الورقه تماما متفقين عليها نحن والجهه جهه حكومه الكويت او وزير خارجيه الكويت. نحن كل قرار بياخذ وقت. قرار 425 اخذ 25 سنه، مش هيك؟ قرارات 242 بعد ما تحقق. شو قلتوا لهم عن هيدا ال 1559؟ عم نحكي. فنحن هذا القرار ما بدأ بعد الآلية لتنفيذه، نحن بحاجة لمساعدة لتنفيذ هذا القرار. يعني الدول هي تساعد لبنان بهذا الموضوع؟ بنشوف المبادرة الكويتية وما بتوصل. امتى حيردوا عليك الكويتي؟ ما في وقت معين، ما في وقت. ممكن الأسبوع الجاي أو شيء؟ كل شيء معقول، بس ما في وقت معين. يعني متفائل حضرتك؟ أنا متفائل كثير. شكرا كثير لك وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب على هيدي المقابلة الخاصة بصوت بيروت انترناشونال عن المبادرة الكويتية. طبعا في كثير مصادر بتقول إنه الرد اللبناني ليس كما يجب أن يكون، وبالتالي هناك مواربة بالرد اللبناني. وزير الخارجية بيقول إنه الكويتيين مرتاحين للأمر، ولكن بعد ما إجا أي أصداء من دول خليجية أخرى حول المبادرة أو حول الورقة الكويتية اللي هي بتضمن مثل ما كل الناس بتعرف بنود عدة قدمت للبنان حين أتى وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت وسلم الرؤساء ثلاثة بنود عدة من ضمن ضرورة تطبيق 1559 وبالتالي تسليم سلاح حزب الله يعني بهيدا المعنى، وحل الميليشيات كما يقول القرار 1559، وأيضا هناك أمور أخرى مثل تطبيق اتفاق الطائف وضرورة إجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها الدستورية. لبنان رد على هيدا الموضوع ب 29 شهر الماضي، سافر مثل ما شفنا وزير الخارجية عبد الله ابو حبيب وقدم الرد اللبناني، ولكن هناك يعني كما هو معروف سوف يكون اجتماع ما بين وزراء الخارجية العرب وخصوصا الخليجية منهم، وسيكون هناك رد على الرد اللبناني. يتوقع وزير الخارجية انه ربما في الايام المقبلة وربما الاسبوع المقبل بيصير معه الرد النهائي بهيدا الاطار. نحن بالسراي بانتظار انتهت يعني جلسة مجلس الوزراء، هناك استقبال أيضا لوزير الخارجية الفاتيكاني من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. انتهت الجلسة ونحن بانتظار الخميس المقبل سوف يكون هناك الجلسة الأخيرة في قصر بعبدة لبت الموازنة ولإقرارها وبالتالي تحويلها لمجلس النواب، في حين أنه اليوم هو آخر يوم لمجلس الوزراء المختص بالموازنة، سيعقد أو عقد بالسراي. نحن عم ننطر هلأ الوزير عباس الحلبي لحتى نكون معكم بنقل مباشر آخر بعد قليل. كنا معكم ربيع شنطة فرد مكامل، إلى اللقاء.